أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا. يعني الآن إنسان يطلب آخر مثلا أيضا خلوا عن 5000، طيب يطلب 5000 لكن اتفق معه عندما أقرضه أو اشترى منه شيئا وله عنده 5000، قال له أسدد لك سنة 1442 مثلا، 1442، فهذا جاء قبل حلول الدين، ما حل الدين للآن، فجاء قال سدد الدين الذي عليك. قال ما وصل الموعد، أنا موعدك 1442، 1441 وموعدك بشهر رمضان، يعني باقي عندي أنا تقريبا قريب سنة ونص، لماذا تعجلني الآن؟ انتظر حتى يأتي الوقت. قال لا أنا بديني الآن. هو طبعا المدين غير ملزوم أن يعطيه الآن، لأن الدين بينهما إيش؟ مؤجل، فهو غير ملزوم. لو يروح يشتكي عند القاضي، القاضي يقول له مالك شيء عنده، تعال طالب سنة في رمضان 1402، قبل هذا ليس لك الحق أن تطالب لأنك أنت أعطيت هذا الموعد، فليس له الحق أن يطالب بدينه الآن. فقال له المدين، قال له شوف، هذه يسمونها مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. قال أنت مستعجل؟ قال لي مستعجل. قال كم دينك؟ قال 5000. قال الحين أعطيك، بس أعطيك 4.5 وتسامحني بالـ500، تتنازل عن الـ500، يعني ضع وتعجل، نقص من الدين وعجلك الحين، لكن تبي الدين كامل الحين ما أقدر، تبي شيئا من الدين أعطيك شيئا من الدين على أن تتنازل عن الباقي، ضع وتعجل. بعض أهل العلم يرى أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، والبعض يرى أن هذا من الجائز، لأنه أيضا هذا متضرر، المدين الأول متضرر عندما يسدد الآن، قد تكون عنده التزامات أو غير ذلك من الأمور. وهي المسألة قائمة على الخلاف في صحة الحديث، حديث جابر اللي هو ضع وتعجل، هل يجوز أن يقول ضع وتعجل أو لا يجوز؟ لأن إنسان طلب دينه قبل وقته فقال له ضع وتعجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل، يعني انقص من الدين وعجل دينك ما في مشكلة، لكن يعني أعطه دافعا على أن يسدد لك الآن. وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز أن يضع ويتعجل، أن يخصم من الدين على أن يعجل الدين المؤجل فيكون حالا. نعم.